التحرك الكبير على مستوى الجمهورية اللي واضح تقريبا ان حزب النور بفضل الله هو يعني تحرك واسع، مؤتمرات في كل مكان، في الاخر القضية اللي كنت تكتفوا بالتأييد بس بالكلام ما تتحركوش لان زدت الشقاق بينكم وبين الطريق الاسلامي. احنا مالنا بالطريق الاسلامي؟ احنا بناخد الموقف الذي يرضي الله ثم بفي صالح الوطن. يعني وافق من وافق ورفض من رفض، رضي من رضي وسخط من سخط. احنا مفيش حاسب مطالبات اسلاميه مش اسلاميه، احنا كلنا مسلمين.